مع صعوبة العبور إلى الجارة مصر، أضحى هذا المسجد بمنطقة وادي حلفة الحدودية مقصدا لهؤلاء اللاجئين السودانيين. عبد الله لاجئ من الخرطوم يقول إن دافعهم للجوء هنا توفر الخدمات وقربها. اخترنا المسجد عشان هو حتة يعني واضحة وقريبة من الخدمات، ويعني متوفر أي حاجة قريبة مننا. كل شيء هنا متوفر إذن، لكن بمقابل في إيجارات، تأجر سراير، تأجر فرشات، يعني أي حاجة متوفرة بفلوس. يعني ممكن السرير في اليوم بيكون ب 2000-3000 جنيه سوداني، وتلك مبالغ على قلتها قد لا تكون في مستطاع آخرين غادروا منازلهم خاليي الوفاض أملا في عبور مباشر للحدود. مثل حمد الله يجدون في الحدائق العامة بديلا، لكن ما إن يغلق فصل البحث عن ملجأ حتى يبدأ فصل معاناة آخر. وأنا غير كذا أنا بأخذ أنسولين، يعني الليلة ثلاثة يوم أنا ما أخذت أنسولين، ما في قروش عشان أنا أشتري أنسولين. أنا خليت هناك أموالي وحالتي كلها في الخرطوم وشغلي في الخرطوم. منطقة وادي حلفة واحدة من المناطق القليلة التي لم تصلها نيران الحرب بعد، لكنها تزدحم يوما بعد آخر بمئات السودانيين الفارين، ما ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية خاصة في ظل نقص فرق المتطوعين لتقديم الوجبات وتوزيع المياه.